السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعلي اللامي، سؤال بريء واتصالات الوهابية. فإن شاء الله أو حياكم الله، إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم بكلام في غاية الأهمية، أو نروج إن صح التعبير ونعقب إن شاء الله على اتصال في غاية الأهمية. وإن شاء الله كل شخص منصف سينصف الحقيقة وينصف الحق وينصف المعلومة وينصف حقيقة الإنصاف بعينه، ينصف الإنصاف، فقط نريد منكم الإنصاف. هذا الاتصال يعترف الوهابي المغربي محمد المغربي، يعترف اعتراف يهدم العقيدة التي بنيت على تكفير الشيعة 1400 سنة. 1400 سنة تكفير 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 الشيعة، لأنهم مالوا أهل البيت عليهم السلام يكفرون. وبعد ذلك جاء الوهابية وجاء السلفية وجاء من يخالف مدرسة أهل البيت عليهم السلام لينتقد وينتقص من الشيعة، بل ويكفر الشيعة على ماذا؟ لأنهم يزوروا القبور، لأنهم يزوروا ضريح الإمام الحسين وضريح الإمام علي عليه السلام. بهذا الفيديو إن شاء الله سيتبين إن للقبر ولصاحب القبر فضيلة، بل في القبر وصاحب القبر بركة، ينتفع منها من حوله. اليوم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وكما بيّن محمد المغربي بالتأكيد بالتأكيد ينتفع منه من؟ أبو بكر وعمر اللذان دفنا بجواره. لذلك ومن دون مقدمات أكثر، ولذلك ومن دون أن نبين معالم الاتصال أكثر، نترككم مع هذا الشاب المغربي الذي دخل مندفع. لماذا علي لم يمنعهم من أنهم أو يندفنان بجوار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ عقيدة السلفية والوهابية ستنتهي بهذا الاتصال باحتراف الوهابي نفسه. نستمع ونعقب وإن شاء الله، وإن شاء الله سيكون الفيديو مثمر، فخليكم وركزوا بمعالم. الله يحفظكم ويرعاكم. تفضل أخونا، من المغرب ولا مين أخونا؟ يا أهلا بيك وأجمالي. من معي؟ معك من المغرب. شو اسمك؟ محمد. محمد شنو؟ أهلا بيك. شو اسمك؟ محمد. أدري محمد شنو، محمد ليش؟ تفضل أخي محمد. محمد أنا عندي استفهام. إيه قول. عندما دفن عمر وأبو بكر جوار النبي، لماذا سيدنا علي من يمنعهم من دفن جوار النبي؟ يعني شو يسوي؟ لأن الميت لا ينفع ولا يضر. لا هل منع؟ هذه قصفة من ما أدري وين، من أمريكا، أنت ما أدري وين، نسيت وين قاعد، ما أدري أستراليا، هاي للسودان بالمباشر، يعني جتي بالصاروخ هيك بالجبهة بالنص. لأن الإمام علي كان يعتقد أن الميت لا ينفع ولا يضر، فقال لك عادي خلي يندفنه جنبه خلاص ما يحتاج. لا بس أنا داري لك من هذا الكلام. أخونا محمد أريدك تهدأ وتكون وياي، لأن أنا أريد أبحث عن الحق. إذا عندك الحق أتبعك. أنا الآن أبحث عن الحق. أنا سألتك لماذا علي لم يقوم بترجيم من جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أليس علي ولا أخوه؟ لم يدفن عند أبي بكر وعمر. شو تقول؟ أنا أقسم أن النبي لم يدفن عند أبي بكر وعمر، أتحداك. اسمح لي أبو كريم، أنت قارئ القرآن أخونا العزيز المغربي؟ تقرأ القرآن؟ دقيقة الله. أخونا العزيز المغربي تقرأ القرآن؟ سيد ميثم لحظة. دقيقة الله يخليك. تفضل أبو كريم. ما قاطع أبو كريم هيك 10 ثواني. هذول اللي عثروا على هالكهف لما لقوا الكلب معهم مدفون طلعوا له وخلوه. لحظة سيدنا، تفضل أبو كريم، شنو إلزامك؟ أبي يمين أنت شنو؟ بالله العظيم وأتحدى أي سني
أنه النبي لم يدفن عند أبي بكر وعمر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسم أنا أقسم وأنت تقسم والله العظيم أنه أقسم بالله أقسم بالله أقسم بجلال الله أن أبو بكر وعمر مدفونان جوار النبي. لا هذا ليس سؤالي، أنا أقسم أن النبي لم يدفن. وأنتم اسمعني وأنتم تعرفون هذا. لك عم انت صدق تفتهم ايش دا يحكي الرجال التزول مغربي شو اسمك افتهم ايش دا يقول لك. انا اقول لك ان النبي لم يدفن عندهم، هم الذين دفنوا عنده من غيري. نعم هم دفن. انا قلت لك انا قلت لك لماذا لم يمنعهم علي. اخي بس اهدأ محمد قل لي ليش يمنعهم علي بن ابي طالب عليه السلام؟ ليش؟ لانهم كفار. كيف أنتم تقولون عليهم كفار؟ هدوء. مين قال أن أبا بكر كافر؟ أنتم الشيعة، كل الشيعة يقولون بأن أبو بكر وعمر في النار وعائشة وحفصة. لا كفار قلنا له في النار، أي اختار واحدة. أنتم تقولون كفار أو في النار؟ هل الذين يدخلون النار فقط الكفار ولا ممكن مسلم مثلاً الكفار من القرآن يدخلون النار؟ لحظة أخونا افهم علي، هل الذين يدخلون النار فقط الكفار؟ يعني مثلا مسلم فعل زنا المحارم أو أعزك الله لوطي، هذا يدخل بالجنة ولا بالنار؟ هو مسلم يدخل النار ثم يطلع منها. المؤمن العاصي لا يخلد في النار، أما الكافر يخلد في النار. زين، إذن هو يدخل النار في البداية. نعم ماشي. نعم. إذن كل الذين يدخلون النار ليسوا بكفار، ممكن مسلم يجاور كافر في النار. اتفقنا؟ نعم. طيب الآن إحنا ما نقول بكفر أبي بكر لأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. الشيعة يلعنون أبو بكر وعمر ليل نهار. الآن ليل نهار ولا يعتقدون بأنه مسلم. هدوء. الآن انتقلنا من التكفير إلى اللعن. هل اللعن حرام؟ نعم حرام. أحسن. عندما السنة خلاص أخونا خلي حوار سريع، أنا إنسان بريء. أنا سألك أسألك. لحظة. أنت قلت اللعن حرام، لماذا النبي ارتكب الحرام ولعن الصحابة؟ شنو؟ لماذا النبي ارتكب الحرام ولعن الصحابة؟ أي صحابة لعن؟ من هو صحابي الذي لعن الرسول؟ صحابة دخلوا على النبي ولعنهم، لماذا ارتكب الحرام؟ أنا أجد هذا حديث بمن عليهم. أدري سأقرأ لك الحديث. من عام الكفار ولعن على المسلمين. المسلم لا يجب نعلوه والكافر يجب نعلوه وطرده من رحمة الله. لحظة النبي لماذا ارتكب الحرام ولعن المسلمين؟ لا أستاذ وعد لا تخرج معنا. أنا سألتك لماذا علي لم يمنع أبو بكر ويلبش قبرهما حين تولى الخلافة؟ إن كان يخشى منهما هرب حين تولى الخلافة علي. اسمعني الآن حين تولى الخلافة. اسمع إخواني هرب من الموضوع لما وردته الآن. قال أنه المفروض ما يلعن اللي عنده دين لا يلعن، فقلت له النبي لعن المسلمين، هرب من الموضوع. قال النبي يلعن الكفار، قلت له لا يلعن المسلمين، هرب من الموضوع. ليش؟ لأنه يدري أنه راح صدمة بالأحاديث التي في الصحاح عندكم يا سنة أن النبي صلى الله عليه وآله يلعن الصحابة. ثم إخواني بس اصبر علي إخواني، أنتم مو عندكم تقولون أنه النبي قال لا تسبوا أصحابي؟ مو النبي قال لا تسبوا أصحابي؟ النبي لما قال لا تسبوا أصحابي لزم أحمد الإمامي وميثم الموسوي وقال لهما لا تسبوا أصحابي، ولا لزم الصحابة وقال لهم لا تسبوا أصحابي؟ مو أنت فكر، قل لهذا المغربي اللي على التليفون انزل لك، تنزل من على المنبر
1400 سنة يدق على راسك. الله وكيف. انا عندي سؤال الى حجي وعد اذا ممكن. هو هذا بيت اللي دفن فيه ابي بكر وعمر بيت النبي ولا بيت الامام علي؟ بيت مين؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم ام بيت عائشة ام بيت الامام علي؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشلون الله تعالى يقول يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. كيف اذن لي ابي بكر وعمر ان يدخلوا بيته وهو لأن دخلوا له؟ اسمعني النبي لا يورث. كيف ملكت عائشة البيت؟ اسمعني حتى اجاوبك. لا هل يحق لعائشة ان تدفن رجل؟ اسمعني ابو بكر هل يحق لعائشة ان تدفن رجل في بيت لرسول الله وهو ليس بيتها؟ النبي فضلهم على كثير من النبي. هو بيت النبي لمو النبي عائشة سافرت. يقول عائشة تقول النبي ورث. كيف ورثت البيت؟ هي لم تورث بيت ابو بكر. لازم كيف تدخل اذا كيف تدخل الانسان ليس له الحق ان يدخل البيت؟ كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عائشة؟ تركها في البيت والبيت ليس ملكها. المهم تركها في بيت النبي. هي ورثت الرسول لا يورث. هي ورثت البيت ورثته. نحن لا نذكر نور. المهم عائشة في بيت النبي. شلون ملكت للبيت وتأذن لغير النبي وهي مأمورة أبو بكر أبوها يجب أن يدخل عليها. وعمر عمر شو يصير منها؟ عمر ماذا؟ عمر استدان عائشة فأذنت له لأنه صار بيت زوجها للأكل. القرآن يقول للطعام. القرآن يقول للطعام مو للدفن. هذا بيت رسول الله ملك لرسول الله. كيف يدفن في أرض ليس ملكها؟ يعني هي ورثت مقبرة يعني تدفنه غير دفتين. انت الرئيس زين. وهذا البيت يباع بعد وفاة عائشة ليس ملك لها يرجع لبيت المال. أخواني أنا أريد أسأل الأخ سؤال بريء وشفاف بارك الله بكم. شوف أخونا الآن أبو بكر دفن إلى جوار النبي، هل ينتفع بالنبي وهو في قبره أو لا؟ تفضل. نعم لا يشرف. الله أكبر. لحظة نعم لا صار لك 1400 سنة تقول لي أنه الميت ما ينتفع. حجي واحد دقيقة بالله. إذا الواحد من يندفن قريب ويفيد، زين المشركين كانوا يندفنون بمكة. أحسنت. المشركين كانوا يندفنون قريبين يم مكة بنص الكعبة. لا والله أنا تدري شنو مولانا مقهور على عثمان خطيئ. يعني أبو بكر اندفن إلى جوار النبي وتنعم بالنبي، وعثمان اندفن بحش كوكب المسكين هو واليوم. يعني معناه كل واحد اندفن معناه من جنسي من دفن إلى جانبه. فأبو بكر طيب وعمر طيب فاندفنوا بجواره الطيب زميلهم. لزين عثمان أكو كلمة ما تلفظ. أنت تعرف شنو حج كوكب؟ شنو هو؟ مو زبالة. مكان قادورات اليهود. قادورات اليهود هاي مو مبولة اليهود. ينسحون الفعالية الصحية يجيبونها في المكان هذا. هذا يا أخي محمد تسمعني محمد؟ هل معناه أن عثمان عندما دفن بحش كوكب معناه أن عثمان صديق اليهود وذولا في هاي الكناسة اللي دفن عنده؟ لا. ليش لا؟ مو غير انت اسمع خليني اجاوبك. تفضل خليني اجاوبك. تفضل بس لا تغضب مني. انا احبك في الله. لا تغضب مني. انا لا مغضب منك. انا سألك سؤال بالله عليك تجيبني. انت قلت انه بيت عائشة فعاد الامام حالي ما يقدر يطلعهم من بيت عائشة. انت قلت انا ليس عالمي اهل البيت. أنت قلت إنه هو بيت النبي وليس بيت الإمام علي. أقول لك محمد وين سؤالي؟ مو قلت لك على ولكن هذه من أهل البيت.
هذا عندكم من أهل البيت. عثمان عثمان انتم ان الامام انه فاطمه لم تورث. والله حلوه عثمان. ونحن لا نذكر الورث، نحن لا نتكلم عن الارض. صلاح صلاح يعني تكلم. طيب طيب اذا هي فاطمه لماذا عايشه من فتره عند النبي؟ استاذ صلاح استاذ صلاح يعني احنا نقول انه الميت ينفع، انتم تقولون الميت ينفع؟ نحن لا نتكلم عن الميت. قلت لك لك الشرف ان تدفن جوار الحسين. لك الشرف. اعرف لانه انا ادفن الى جوار الحسين عليه السلام لان الحسين ينفعني وهو في قبره. انت تقبل؟ انا اتكلم عن شرف لك، يعني أعرف أشوش بابا شرف لي، شرف لي وينفعني. أنت تقبل تقبل أنه الميت ينفع ولا لا؟ الميت لا ينفع. ها؟ لا ينفع ولا يضر. الميت لا ينفع ولا يضر، يعني يعني اسمع اسمع، يعني أبو بكر وعمر لا ينتفعان من جوارهما للنبي صلى الله عليه وآله، صح؟ ينتفعان بشيء، ولكن لو أبو بكر وعمر لا ينتفعان من جوارهما للنبي صلى الله عليه وآله، صح ولا ينتفعان؟ نعم. شنو نعم؟ والله لو كانت فيهم ذرة نفاق لم يتركهم علي رضي الله عنه يدخلوا حجرة النبي. والله هرب من الموضوع، هرب من اخوان، ما هرب يقتل. انا الان اسالك صلاح صلاح صلاح، حياكم الله من جديد. لاحظتم انه تسلسل الاحداث وتسلسل الدور كان تسلسل في غاية الروعة من الحاج وعد ومن السيد ميثم ومن السؤال بريء، وانا عجبني حقيقة المتصل اللي قال عليه الحاج الشيخ احمد الامامي انه من امريكا اعتقد، كان مبدع بمقتطفات الاجابات، كان مبدع جدا، كان مبدع جدا لما بين له انه انتم تقولوا او عندما دخل محمد انتم لماذا الامام علي عليه السلام لم يمنع دفن ابو بكر وعمر، لماذا علي بن ابي طالب لم يمنعهم بعدها السلمة ابو كريم الذي بين بطريقة عقلية. أنتم تقولوا أنتم تعتمدوا على أنه الأنبياء لا يورثوا، من الذي سمح لعائشة بأن يدفن أبو بكر بجوار النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ وأيضا حاول أن يسأل سؤال، من حاول أن يسأل سؤال هذا الوهابي ويقول أنه أنتم يا شيعة تعتقدوا بأنه الميت ينفع ويضر، ينفع ويضر، فلماذا لا تعتبروا عمر وابو بكر لهما ميزة ولهما منفع؟ فمن هنا اتى الجواب من الاخ اللي مقيم في امريكا. هذه عقيدتنا وعندنا جواب هذا الخصوص. بالنسبة لي جوابي انه هذا الفعل هو اكبر دليل على جرم عمر وجرم ابو بكر، جرم عمر واغتصابهما هذا المكان اللذان منعاه، او عمر ابو بكر منع حق السيدة الزهراء عليه السلام ودفن به، باي حق تمنع السيدة الزهراء من الدفن او عفوا من الارث الذي يخص السيدة الزهراء عليه السلام تمنعه، بينما انت تدخل وتدفن في هذا المكان. فابو كريم كان مبدع، المتصل الامريكي كان مبدع، السيد ميثم بالتأكيد، الشيخ احمد، الحاج وعد، لله دركم بينتم ان هؤلاء الوهابية السلفية يعتقدوا بان لعمر وابو بكر فضيلة، ولكن يكفر الشيعي على ماذا؟ يكفر الشيعي لانه يزور الاضرحة ويعتبر ان وجود الميت ان صح التعبير، او نحن لا نعتقد الميت لكن نقول انه المدفون في هذا المكان او الموجود في هذا المكان مبارك وينتفع منه الناس،
فيصبح الشيعي كافر، بينما هؤلاء يقولوا انهما مدفونان ويحصلون ثواب. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم. طبعا اعقب، عفوا اخير الموضوع، اعقب على موضوع السب واللعن. هو تفاجأ قال انه المسلم لا يسب ولا يلعن في صحيح مسلم، الرسول يلعن، يلعن تفاجأ يلعن، اذا يلعن الكفار، يلعن الكفار، لم يلعن الكفار بل لعن صحابته. كيف ذلك؟ نحول الموضوع. كيف ذلك؟ نرجع للموضوع الاول. كيف ذلك؟ نتخذ الموضوع الاخير. كيف ذلك وكيف ذلك وكيف ذلك؟ هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم اللي اعتبره مرجعية حقيقة بالنقض على هؤلاء الوهابية الذين يكفروا الشيعة بأنهم يزوروا الأضرحة ويزوروا القبور، وهم يعتبروا وجود عمر وأبو بكر فضيلة، والميت عندهم لا ينفع ولا يضر. هذا هو فيديو اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.